أهلا بكم جديد. قال عضو هيئة التدريس بجامعة نيوكاسل البريطانية بيتر هوبكنز إن المسلمين لا يستطيعون الإبلاغ عن حوادث العنصرية والتمييزية والمعاداة التي يواجهونها إلى السلطات الرسمية لأسباب مختلفة، وإن ذلك يؤدي إلى عدم ظهور هذه الجرائم بشكل دقيق في الإحصاءات الرسمية. وفي حديث للأناضول أشار هوبكنز إلى التمييز الذي تواجهه الجالية المسلمة في بريطانيا وتعامل السلطات الرسمية مع هذه القضية، ولفت إلى أن جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد زادت عقب شن إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي والتطورات التي شهدها الشرق الأوسط. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي الصحفي والمفكر الدكتور نبيل شبيب. مرحبا بك معنا سيد نبيل. أهلا وسهلا بكم أخي كريم. أهلا بك. هل فعلا هناك جرائم لم تظهر أو لم يتم إعلانها في الإعلام تحدث في بريطانيا؟ يعني عن بريطانيا لا أستطيع أن أجيب إجابة كاملة، خاصة وأن الواقع من استشهدتم به أدرى بهذه الأمور ويتابعها بشكل دقيق، فهو ابن البلد. أنا أقيم في ألمانيا وأتابع بشكل عام، ولكن لا أستطيع عن بريطانيا أقول ذلك. ولكن أقول بشكل عام أنه هذه الفكرة ليست جديدة أو هذا الواقع ليس جديدا، يعني عدم ظهور كل ما يحصل للمسلمين، كل ما يتعرض له المسلمون في الإحصاءات الرسمية، الواقع هذا وارد على جميع الأحوال. يعني هناك حالات من ألمانيا أعرفها أنه عندما يحدث عدد من العمليات العنف ضد عامة الناس، الواقع لا تذكر على الإطلاق، بينما يذكر فقط إذا كان أحد من ارتكب هذه الأعمال له خلفية أجنبية أو خلفية إسلامية. بالتالي الواقع الأرقام القياسية الإحصائية الرسمية غير مقبولة، إنما يمكن الاعتماد إلى حد كبير إذا أردنا صورة أفضل على دراسات جامعية التي يمكن أن نعم ويستطيع الإنسان أن يستخلص منها المعلومات بشكل أدق. نعم، ولكن هذا أستاذ جامعي الذي نتحدث عنه، هو في هيئة التدريس بجامعة نيوكاسل البريطانية. يعني حوادث عنصرية وتمييز ومعاداة ضد هذه مع أن نعلم في حال حصل أي نوع من هذه الإجراءات ضد المسلمين أو الجالية المسلمة تظهر إلى العلن. هل تستهدف الجالية المسلمة أم كل من يتعاطف مع غزة حاليا؟ يعني أولا ذكرت عن الواقع البروفيسور أستاذ كلامه أكثر، يعني قدمت كلامه على كلامي، هذا الشيء الذي قلته قبل قليل، فيمكن الواقع الاعتماد عليه لأنه الواقع من داخل الجامعة، من صلب الجامعة، وهو يستطيع التقدير ما هي الأمور على حقيقتها أكثر من الدراسات، أكثر من الجهات التي تتابع الأمور عن بعد نسبيا، وهذا ما ذكرته عنه. أما بالنسبة إلى السؤال الواقع الآن، آسف تسمعني؟ يعني أسمعك، ممكن تكرر السؤال مرة أخرى؟ الجزئية الأخرى من السؤال كانت عن هل الاستهداف يتم للمسلمين يعني بخلفية دينية أم من يتعاطف مع غزة، مع أبناء غزة؟ نعم، يعني لا شك أن الأحداث الواقع التي بدأت بعملية الطوفان الآن، طوفان الأقصى، لا شك أنها ساهمت إسهاما كبيرا في تحريك المشاعر، تحريك العواطف، وتحريك أيضا كثير من الأعمال والأنشطة. نحن نعلم بأن في الجامعات البريطانية والفرنسية والألمانية والهولندية، يعني معظم الجامعات في أوروبا تحركت مناصرة للطرف الفلسطيني، لا شك بأن للطرف الفلسطيني بهذه حرب الإبادة من الناحية الواقعية. أما لا شك أن هناك الواقع ليس فقط تعاطف بهذا الأمر، وإنما كشفت بعض الأمور التي كانت عبارة عن أمور لا يتعرض لها، يعني محرم التعرض لها بالنسبة إلى ما يصنع اليهود أو ما يصنع الصهاينة بغيرهم، وأنهم كانوا دائما الضحية، وهذا تبين بأنه غير صحيح، وأنه عندما يبطشون بشكل الواقع همجي، يعني لأبعد درجات الهمجية، لأبعد درجات البعيدة عن الإنسانية، لا يلتزمون بحقوق دولية ولا
بحقوق إنسانية عالمية، وبالتالي الواقع هذا تحرك عند كثير من الناس الذين أصبحوا يتعاطفون. عندما أتت ردة الفعل كانت هناك ردة فعل من في بلدان معينة منها ألمانيا، فرنسا، هولندا، روسيا، بريطانيا. الواقع أتت ردة فعل من الجهات الرسمية تحاول أن توحد من هذا التعاطف، لأنه واسع النطاق على الإطلاق، ولأنه يكشف المواقف الغربية التي تدعم الواقع الإسرائيليين دعما مباشرا بالسلاح وبالمال وبالسياسة إلى آخره. فيمكن الواقع أن حاولت أن يعني تمنع من انتشار هذا، فكان هناك ضغوط كبيرة وتعامل مع المتظاهرين مثلا تعامل غير مسبوق من حيث استخدام العنف من جانب القوات الأمنية. كان هناك الواقع كمان محاولة على المستوى الإعلام بأنه يبين بأن الفلسطينيين فقط هم الذين يتحركوا، والواقع أن المتعاطفين مع الفلسطينيين أعدادهم أكبر بكثير. فيعني هناك نوع من التمييز على جميع الأحوال، لأنه الواقع هذا الكيان الموجود بفلسطين الواقع هو كيان غربي أولا وأخيرا، يعني زراعة الغرب. أول من تحدث عنه الفرنسي من نابليون بونابرت، ثم وزراء خارجية بريطانيون كان آخرهم بيلفور مشهور بوعده أكثر من سواه. وهناك الواقع الدعم الأمريكي من اللحظة الأولى لإعلان تأسيس الكيان. فيعني هناك الواقع ثكنة غربية موجودة ضمن بلادنا العربية والإسلامية، فهم يتعاملون على أنها جزء منهم، على أنها أساس لهم، على أن انهيارها هو انهيار عمل رئيسي يعتمدون عليه في السيطرة على مجموع المنطقة. وهذا الواقع حتى الآن إما أنه لا يفهمه السياسيون في بلادنا، المؤسسات السياسية في بلادنا وبعض المؤسسات الإعلامية، وإما أنه يعني لم يفقهوا الواقع بأنهم الدور عليهم، وأن الواقع الدفاع عن فلسطين والدفاع عن القضية الفلسطينية هو دفاع عن مجموع الأمة ودفاع عن هذه البلدان وحتى على أنظمتها، لأنها أصبحت أنظمة وظيفية لا تستطيع أن تتصرف، لا تستطيع أن تساهم مثلا بوقفة حقيقية أو بموقف سياسي حقيقي في قضية الأقصى مباشرة على الأقل، إن لم يكن في قضية الواقع المقاومة وسواها. نعم، هناك الحديث عن هذه الجرائم والتمييز ضد المسلمين في بريطانيا. هذا الأكاديمي البريطاني يقول بأنها زادت فقط، يعني هي موجودة قبل العدوان على غزة، ولكن مع العدوان زادت وتيرة هذه العمليات وهذا الاضطهاد والتمييز. وأيضا يتزامن مع الموقف الذي يراه البعض بأنه معتدل نوعا ما لحكومة ستارمر في تعاطيه مع قضية غزة. كيف تفسر ظهور مثل هذه الجرائم في ظل موقف رسمي يعتبر لين مقارنة مع بقية المواقف الغربية بشأن غزة؟ يعني نحن نقارن الواقع بين السيء والأسوأ. يعني موقف الواقع لحكومة العمال، حزب العمال الآن في بريطانيا، الواقع ليس أسوأ مما قبلها، كانت حكومة محافظين الواقع تدعم أكثر من ناحية الدعم بالسلاح، من ناحية الدعم بالمال ما زال الواقع يصنعون ذلك رغم مواقفها اللينة السياسية اللينة بشكل جزئي، وليس من حيث مطالب الفلسطينيين أو اتخاذ مطلب مباشر مثلا تجاه محكمة العدل الدولية، تجاه محكمة الجنائية، بأنهم الواقع ينبغي أن يتابعوا العمل الذي بدأوا به، وأنه يجد تأييد من جانب بريطانيا. هذا لم يحصل، فهم الواقع إلى حد ما الواقع جزئيا تغيرت المواقف. إلى أعتقد بأن تغير المواقف كان على أساس التغير الذي سبق تبدل الحكومة، وهو على المستوى الجامعي ومستوى النخب. عندما تحركت بعض النخب وتحركت الجامعات مناصرة لقضية فلسطين التي تتعرض إلى حرب إبادة، يعني أكثر من ذلك لا يمكن الواقع أن يكون الشيء الذي يحصل الآن، يعني شيء لم يحصل من قبل في تاريخ البشرية، لا أقول في التاريخ القديم ولا الحديث ولا كذا، إنما في تاريخ البشرية عموما لم يحصل حرب إبادة بهذا الشكل الذي يجمع كل أسباب الإجرام، تجويع، الحصار، ضرب المستشفيات، ضرب المرضى إلى آخره، كل هذه الأشياء والمصابين، هذا الشيء لم يحصل من قبل بهذا. كان هناك الواقع قتل للنساء، قتل للأطفال إلى آخره، ولكن ليس بهذه الهمجية وهذه الوحشية الجماعية وداخل المستشفيات وفي داخل الأماكن الإيواء والمدارس وغيرها. يعني هذا أمر الواقع المفروض أن تكون
أوروبا كلها سياسيا ونخبويا ويعني تقف يعني إلى جانب الحق، لأنها كانت تنادي بقضية حقوق الإنسان التي ولدت في فرنسا، تنادي بالحريات، تنادي بالديمقراطية، كل هذه الأشياء يعني انكشفت، وهم يعلمون بأنه إذا انكشفت أكثر من ذلك ووصلت إلى شعوبهم بأن الخطر قائم على المادية التي تحكم كل شيء لديهم، وعلى الدعايات التي تعتمد على الأموال الصهيونية وغير الصهيونية. عندما يقول بأن الحديث عن هذه الجرائم وعدم قدرة هؤلاء الأقلية المسلمة أو المسلمين في بريطانيا على الشكوى أو إيصال أو إبلاغ السلطات الرسمية بما يحدث لأسباب معينة، وأنت في أوروبا، ما هي هذه الأسباب التي تمنع من يتعرض لهذا التمييز من الإبلاغ لدى السلطات؟ يعني قد نضيف عنصر أساسي لهذه الأسباب الواقع، وهو أنه هناك أحيانا الخوف الذاتي من أن يترتب على ذلك أمور غير عادية. يعني هناك الواقع مثلا التخويف إذا كان من أصحاب جنسيات جديدة أنه ستسحب جنسياتكم، هناك تخويف مثلا بأنه يمكن أن تتعرضوا لحقوقكم، تتعرض إلى التضييق إلى آخره. يعني هناك نوع من التخوف الذاتي الذي يمنع من التحرك من أجل الشكوى. هذا جانب. الجانب الآخر الذي يجب الواقع أن نقف فيه بأن القضاء في الغرب وخاصة في ألمانيا اللي أعرفها بشكل مباشر، الواقع أول ما قامت مظاهرة تؤيد الجانب الفلسطيني منذ بداية الأحداث الواقع بعد طوفان الأقصى، يعني منذ بداية الحرب الإبادة الواقع، كان هناك محاولة منع من جانب السلطات الأمنية والسلطات الرسمية. فاحتجاج الذين أقاموا بهذه المظاهرة الأولى أمام القضاء جعلهم يحصلون على حق، هذا حق التظاهر، حق إبداء الرأي، حق التعبير عن الرأي، فلا يمكن منعه. فبالتالي الواقع هناك يعني لا شك أن هناك نوع من الاحترام للقانون على الأقل عند مجالس القضاء و يعني محاكم القضاء بشكل عام، ولكن لا عدم الاستفادة من ذلك بشكل كافي يعود إلى نوع من المخاوف الذاتية لدى المسلمين بأنهم قد يتعرضون، خاصة بأن الأعداد كبيرة من المسلمين حاليا قد جاءت حديثا إلى هذه المناطق. يعني المسلمون الذين هم من أصل ألماني على سبيل المثال، أو من أصل فرنسي، أو من أصل بريطاني، يتحركون أكثر بكثير من المسلمين الذين أتوا واعتمدوا على طلب قبول اللجوء، ثم بعد اللجوء قسم منهم حصل على الجنسية، حصل على مكان عمل، بأنهم قد يضيع عليهم ذلك. هذا الواقع خوف غير صحيح. هذا أكاد أقول الصورة المقابلة لما يسمى الإسلاموفوبيا، الذي هو خوف مرضي من الإسلام، هذا خوف مرضي من القانون، وهذا شيء غير صحيح. الواقع يجب الواقع المسلم أن يطالب بحقه، يطالب بكذا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى الواقع يمكن أن يدفع بعض الأثمان. يعني إذا كان أهلنا في فلسطين الآن يدفعون أثمانا لا يعني لا يمكن تصورها بأي شكل، يعني يمكن أن يدفع بعض الأثمان على حساب بعض الأشياء المريحة التي يعتمد عليها، أو ربما الثروة التي جمعها، أو شيء من هذا القبيل. هل تفسير هذه السلطات الرسمية يعني بأنها لا تريد أن يصدر صوت اسمه معاداة بخلفية دينية، يعني تريد أن تتعامل مع الموضوع وكأنه وقائع عدلية، يعني مواطن ضد مواطن لا لأسباب وخلفية دينية، هل هذا فعلا ما تحرص عليه السلطات في أوروبا؟ يعني إلى حد ما يمكن أن نقول نعم هذا ما تحرص عليه، ولكن إلى حد كبير الواقع يعود ذلك إلى مواقف سياسية وتاريخية لديها. يعني المواقف التي اعتمدت عليها عشرات السنين وحاولت الواقع أن تؤيدها على المستوى العالمي، على المستوى الداخلي لديها، وعلى المستوى الإعلامي، وعلى المستوى الرسمي، وأقامت العلاقات الخارجية على هذا الأساس، جميع هذه الأشياء تكاد تنهار أمام الكشف عنها أنها هي تؤيد جهات ترتكب الجرائم، ترتكب جرائم ضد الإنسانية، ترتكب جرائم حربية إلى آخره. فهذا الواقع يمكن أن تحاول أن تحرص على نفسها، على تاريخها، على سياساتها، تحاول أن تبرر المواقف التي اعتمدتها وما زالت تعتمدها، أكثر من قضية المخاوف الداخلية بالنسبة لمواطن تجاه مواطن إلى آخره. يعني ليس الخوف حقيقي من، وهذا الواقع، لذلك قلت الأمر متقابل. يعني المسلمون يخشون بعض الخشية من اللجوء ليس للجهات الرسمية الأمنية، وإنما مباشرة إلى القضاء الذي يمكن أن يعطيهم حقهم في معظم بلدان الأوروبية، وبين الواقع ولكنهم يخافون، وهذا خوف مرضي
المرضي، هذا أيضا الخوف المرضي المقابل أنه أن بعض الجهات الشعبية أصبحت تخاف من الإسلام خوفا مرضيا، ليس هناك سبب للخوف من الإسلام أو من المسلمين ولكنها تخشى ذلك، هذا انتشر سابقا. وهناك دعم من الواقع المتطرفون من الجانبين، المتطرفون يدعمون هذه الصور، يدعمون هذه المخاوف الحقيقية أو الوهمية إلى حد كبير أو المرضية بشكل أصح. هذا الأكاديمي أشار إلى صعود اليمين المتطرف في بريطانيا يعني، وأيضا ذكر أن وسائل الإعلام التقليدية تساعد وتغذي يعني هذه الزيادة في نسبة الكراهية والتمييز، كيف تعمل هذه الوسائل على تغذية التمييز والعنصرية؟ يعني التمييز العنصري كان موجود الواقع تاريخيا في أوروبا منذ نشأة أوروبا حتى اليوم، ولكن الشيء الجديد الذي حل به هو أنه وصل إلى المستوى السياسي الأعلى. نحن نعلم الواقع بأن الرئيس الأمريكي السابق ترامب كان الواقع إلى حد كبير يميز عنصريا بينه وبين عامة الناس وبين المسلمين، واتخذ واستصدر عددا من القوانين في هذا الصدد منذ بداية فترته الرئاسية السابقة. بالتالي الواقع هذا أمر جديد، هذا الأمر الجديد انتشر وأدر أيضا أثر على أوروبا. يعني في أوروبا إلى حد كبير مثلا التمييز العنصري في المجر، التمييز العنصري في بعض البلدان الشرقية، والتمييز العنصري في فرنسا إلى حد لا بأس به، كان صورة تبقى الأصل عما صنعه ترامب في تلك الفترة، وتشجعت الأحزاب اليمينية المتطرفة أكثر وأصبحت تلقى نوع من التأييد أكثر مما سبق عندما أصبح التمييز على هذا المستوى العالي، المستوى فرنسا والمستوى الأمريكي بصورة خاصة. بالتالي الواقع نستطيع أن نستنتج من ذلك بأن هناك نوع من التغير في مستوى التمييز العنصري، بأنه لا يجد الواقع على المستوى الرسمي من يدافع عن طرف الضحية بشكل كافي، لأنه هو نفسه يشارك به أو على الأقل ساهم فيه. الآن في الوقت الحاضر دخل عامل إضافي جديد على المستوى الدولي، ولا أريد الواقع أن أخرج عن مجرى النقاش إلى مجرى أوسع لأنه قد يتطلب شرحا أكبر. يعني هناك الواقع قضية أوكرانيا التي حصلت، أوكرانيا إلى حد لا بأس به، الآن أمريكا تدفع الأوروبيين، تدفع الدول الأوروبية إلى مساعدة أوكرانيا والوقوف إلى حد كبير في وجه روسيا، بغض النظر روسيا الطرف المعتدي، هذا لا يعني ليس هو موضع الحديث الآن، ولكنها تريد أن تقول للأوروبيين بأنهم ما زالوا في حاجة إليها كما كانوا قبل الحرب الباردة وأثناء الحرب الباردة، بأنها تحتاج إلى الدعم الأمريكي، يحتاجون إلى المظلة الأمريكية العسكرية إلى آخره، النووية، هذا كله الواقع شيء جديد. وبالتالي الواقع المواقف الرسمية الغربية إلى حد لا بأس به التزمت بالموقف الأمريكي في قضية فلسطين وفي بعد حرب الطوفان، بعد معركة الطوفان، طوفان الأقصى. بالتالي الواقع إلى حد كبير هناك نوع من تغيير سياسي دولي على هذا المستوى، وهناك نوع، لذلك يطرح نتنياهو طرح مسألة الشرق الأوسط الجديد وما أدري بالعناوين المختلفة التي استخدمها من أجل تغيير الوضع السياسي العام في بلادنا، في منطقتنا العربية والإسلامية، إلى حد كبير هو نفس النغمة التي صدرت عن الرؤساء اليمينيين في أمريكا منذ بوش الثاني، بوش الابن، إلى ترامب، والآن تتجدد إلى حد لا بأس به عن طريق الواقع الرؤية الدينية لحزب الديمقراطيين أيضا. فيعني هذا الخلفية الدينية، الخلفية العقائدية لديهم أثرت على السياسيين الأوروبيين بأنهم هم يحتاجون إلى أمريكا ويحتاجون إلى دعم أمريكا، وإلا يمكن أن يتعرضوا من جديد لخطر الروسي والخطر كما كان في عهد الاتحاد السوفيتي. فهذا جعل الواقع، تختلط الأمور على المستوى الدولي اختلاطا كبيرا على مستوى تغيير الوضع الدولي مجددا في اتجاه ما قبل الحرب الباردة. بما أنك ذكرت أوكرانيا، الموقف الأوروبي تحديدا هو موحد أو متقارب بقضية أوكرانيا، لكن فيما يخص المسلمين والأقليات المسلمة ومواجهة العنصرية والتمييز، هل بذات الوتيرة من الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي؟ يعني هناك الواقع في أوروبا 27 دولة عضو، 27 موقف سياسي، لا يوجد وحدة سياسية بين الجميع، ولكن وحدة سياسية في بعض القضايا
تبرز أكثر من بعض القضايا، وخاصة لفترة معينة وليس لفترة دائمة. يعني هناك في قضية أوكرانيا خلاف الواقع دائما موجود، ولكن هناك اعتماد على الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا، فالاتحاد الأوروبي خرجت منه بريطانيا، ولكن مثل بريطانيا كدولة أوروبية ثم فرنسا وألمانيا كدولتين داخل الاتحاد الأوروبي، هناك اعتماد كبير عليهما، على هذه الدول الرئيسية في قضية اتباع سياسة أوكرانية على صعيد أوكرانيا قدر الإمكان موحدة، وهي ليست موحدة. يعني هناك من يقف إلى جانب رفض تقديم الدعم لأوكرانيا، تأخير تقديم الدعم، منع المرور البضائع إلى آخره. يعني هناك أشياء، لا كما ذكرت لا أريد الواقع الدخول في تفاصيل عن قضية دولية خارج نطاق البرنامج. نعم، إذن بما أننا نتحدث اليوم عن تصريحات قدمها أكاديمي بريطانيا عن جرائم أشار وكأنها مخفية، يعني لم تظهر للعلن، هل نتوقع خروج أصوات أخرى أيضا تتحدث في هذا السياق؟ يعني الواقع هو هذا يعتمد على مدى العلاقات الوثيقة ما بين المسلمين وغير المسلمين في هذه البلاد. يعني المسلمين في هذه البلاد لا ليست لهم قضية منقطعة عن بقية الواقع المجتمع، عندما يتحركون على هذا الأساس يجدون الدعم. الواقع الذين تحركوا على مستوى الجامعات إلى حد كبير كانوا من المسلمين في الدرجة الأولى بما فيهم المسلمين من أهل البلاد الأصليين، تحركوا فوجدوا الدعم على مستوى أوسع من غير المسلمين. بالتالي الواقع من أجل كشف الاعتداءات العنصرية والتعامل معها كأنها اعتداءات عنصرية تستهدف المسلمين بصورة خاصة، كما تستهدف بعض الجهات سواه هم أيضا، يعني يجب الواقع أن يكون ضمن إطار التحرك، لأن هذا يضر بالمجتمع ككل ولا يضر فقط بالمسلمين. يعني لا ينبغي أن نفصل أنفسنا عن بقية المجتمع، لأننا سنظهر آنذاك كأقليات ضعيفة لا يؤبه بها سياسيا، أو على الأقل يمكن تجاوزها سياسيا. أما عندما يكون لنا علاقات جيدة بفئات أخرى من المجتمع، خاصة النخب الثقافية الفكرية التي بدأت تتحرك على هذا المستوى، الواقع نستطيع أن نقول بأن هذه القضية قضية مشتركة، وأن الخطر خطر على المجتمعات الأوروبية وليس فقط على فئة من هذه المجتمعات التي هي المسلمون. آنذاك يمكن الواقع أن تتحقق الشيء الذي يدعو إليه الواقع الأكاديمي البريطاني، بأنها يمكن أن تحرك الواقع أطراف نخب أكثر، وتؤثر تأثيرا عمليا على مسألة ملاحقة الأعمال العنصرية، الاعتداءات العنصرية، أو على الأقل نشر الأفكار الخاطئة عن الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. نعم، الصحفي والمفكر الأستاذ نبيل شبيب، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا، وبهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء بحول الله.